في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، الأوضاع على حدود إسرائيل أصبحت في قمة الاحتداد وتحولت إلى مسرح لتطورات غير مسبوقة. فالحصار أصبح من كل جهات، فبعد أن كان التوتر على الحدود الإسرائيلية مع لبنان وقطاع غزة فقط، أصبح هناك جبهات أخرى مع الأردن ومصر، حتى لو كانت مجرد حوادث فردية، حيث أصبحت تل أبيب تواجه أزمات متعددة تضعها في قلب العاصفة. الاشتباكات على الأرض والتهديدات من كل اتجاه تعكس مدى التعقيد الذي تشهده الأوضاع وتزيد من حدة القلق في العاصمة الإسرائيلية. الخطر الذي تواجهه إسرائيل اليوم ليس فقط في حجم الهجمات، ولكن أيضا في التأثيرات السياسية والاقتصادية التي تلوح في الأفق. كل تلك التحركات تؤكد ما تنبأ به كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. في خضم الأزمة المتصاعدة على حدود إسرائيل، كان المشهد في المنطقة يتغير بشكل سريع. فمع تصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ظهرت تداعيات غير متوقعة على مستوى إقليمي، مما جعل الأحداث تتسارع بشكل مثير للقلق. وسط هذا التوتر، تجلى حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تصريحاتهما السابقة، والتي كانت بمثابة إنذار مبكر للحالة المتوترة التي نراها اليوم. وفي ظل هذه الخلفية المتفجرة، صرح خبراء ومحللون سياسيون أردنيون بأن ما يحدث على الأرض يعكس تماماً التحذيرات المتكررة التي أطلقها الزعيم. يقول هؤلاء الخبراء إن استمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية يمثل مؤشراً خطيراً كان قد نبه إليه منذ بداية العدوان. كما أشار إلى أن الرئيس السيسي والملك عبد الله دعوا المجتمع الدولي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف العمليات العسكرية، ولكن للأسف يبدو أن العالم يتجاهل هذه المناشدات. وفي هذا السياق، أبرز الدكتور قاسم العمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة البتراء الأردنية أن التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى تأجيج الوضع الإقليمي كانت دقيقة للغاية، وأوضح أن التصعيد في معبر الكرامة اليوم يعد تذكيرا مباشرا لما حذر منه الزعيم، مشيرا إلى أن تداعيات الحرب قد تكون خطيرة وأن ردود الفعل من الشعوب في المنطقة قد تكون غير متوقعة، وهو ما بدأ يظهر بوضوح الآن. في أجواء مشحونة حيث تدور أحداث المنطقة في حلقة متواصلة من التصعيد، كانت تصريحات الدكتور قاسم العمر أستاذ العلوم السياسية بجامعة البتراء الأردنية بمثابة صرخة تحذير واضحة. العمر وصف الوضع بقوله: ردود أفعال الشعوب ستكون أشد عنفاً من التصرفات الحالية للاحتلال. تحذيرات القيادة المصرية والأردنية لم تكن سوى استشراف للمستقبل، حيث لم تتوقف آلة الحرب العسكرية عن سحق الشعب الفلسطيني، وأكد أن العنف لا يولد إلا العنف، داعياً المجتمع الدولي للاستماع إلى هذه التحذيرات والتحرك فوراً لوقف هذه الجرائم النكرة. وفي ذات السياق، أشار توفيق المبيض مدير تحرير وكالة ديرتنا الأردنية الإخبارية إلى أن الحادث الذي وقع على الجانب الآخر من جسر الملك حسين، حيث قام سائق شاحنة بإطلاق النار على جنود إسرائيليين قبل أن يستشهد، يمثل تجسيدا مباشرا للتحذيرات المتكررة للرئيس السيسي والملك عبد الله الثاني. المبيض أكد أن هذا الحادث يعكس عواقب استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والضفة الغربية، محذرا من احتمالية تكرار مثل هذه العمليات طالما استمرت إسرائيل في عدوانها. المبيض حمل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، مشيرا إلى أن أعمالها ودعم المجتمع الدولي لها قد أفقد الشارع العربي الثقة في جدية القانون الدولي وشرعية المنظمات العالمية التي تدعم هذه الحكومة المتطرفة. وأضاف أن حكومة نتنياهو برغم الضغوط ستظل ماضية
في عدوانها على غزة والضفة كوسيلة لتغطية فشلها الداخلي والخارجي، مطالبا العالم بضرورة الاستماع إلى نداءات العقل من القاهرة وعمان قبل أن تزداد الأمور سوءا. جاء الدكتور صلاح العبادي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي ليضع النقاط على الحروف في تصريحاته. أكد العبادي بكل حزم أن إسرائيل وحدها تتحمل مسؤولية الحادثة التي شهدتها المنطقة، حيث أطلق سائق شاحنة النار على جنود إسرائيليين قبل أن تقتله القوات الإسرائيلية، مما يعكس تصاعد الأزمة بشكل درامي. أشار العبادي إلى أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى إدراك خطورة التحذيرات المستمرة التي أطلقها كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني. هذه التحذيرات التي تدعو إلى ضرورة وقف التصعيد والتوصل إلى حل شامل وعادل من خلال تطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967. أضاف العبادي أن الرؤية المصرية الأردنية المشتركة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية تعتبر جوهرية في فهم ما يحدث الآن. التحذيرات المستمرة من الزعيمين حول الاستفزازات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين لم تكن عبثية، بل جاءت في سياق رد فعل على التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين في الضفة وقطاع غزة. هذا التصعيد كما حذر العبادي قد يكون له تأثيرات عكسية، حيث إن الانتهاكات الإسرائيلية قد تؤدي إلى تصعيد أوسع في كافة الأطراف. وفي تحذير آخر أشار الدكتور العبادي إلى أن هناك مخاوف من استغلال الجيش الإسرائيلي للحادثة كذريعة لتصعيد الأوضاع في الضفة الغربية، خاصة بعد الفشل الذي تعرض له في جنين والذي أجبره على الانسحاب. إسرائيل أدخلت المنطقة في حالة من الفوضى والعنف. قال العبادي مضيفا إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك فورا لوقف هذه المجازر والتصعيد غير المبرر قبل أن تتفاقم الأمور بشكل أكبر. على الحدود المصرية، كانت وسائل الإعلام الإسرائيلية على موعد مع تقرير عاجل يروي قصة مفاجئة، حيث أعلنت التقارير الإسرائيلية عن وقوع حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية، مما أثار موجة من القلق والتكهنات حول حقيقة الوضع على الأرض. وفي ظل هذا المشهد كانت الأضواء مسلطة على الأنباء التي أكدت وقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول تداعيات هذا الحادث على العلاقات المصرية الإسرائيلية. ومع ذلك في خضم هذه التقارير برزت تصريحات النفي المصرية التي جاءت لتضع النقاط على الحروف. فقد أكد مصدر رفيع المستوى في تصريح حصري لوكالة القاهرة الإخبارية أن الأخبار المتداولة حول وقوع الحادثة على الحدود المصرية الإسرائيلية ليست سوى معلومات مضللة. أوضح المصدر أن الحادث الذي جرى كان ببساطة تبادل لإطلاق النار بين قوات حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب، وليس له أي علاقة بالحدود المصرية أو وقوع اشتباكات على تلك الحدود. أضاف المصدر أن هناك حاجة لتصحيح الروايات المغلوطة التي يتم تداولها، مؤكدا أن الوضع على الحدود المصرية الإسرائيلية لم يشهد أي حوادث تذكر. هذه التصريحات جاءت لتؤكد على استقرار الوضع على الجبهة المصرية ولتزيل أي لبس حول حقيقة ما جرى في صحراء النقب، مشددة على أن مصر تتابع الوضع عن كثب ولن تسمح لأي معلومات مضللة بالتأثير على العلاقات الثنائية أو الأمن الإقليمي. هل تتراجع تل أبيب؟ في ختام الحديث عن احتمال تراجع إسرائيل، نجد أن الإجابة ليست ببسيطة أو أحادية. القرار بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستتراجع يعتمد على توازن معقد من الضغوط الدولية، الوضع العسكري، الضغوط الداخلية، إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية. في ظل استمرار تصاعد الأوضاع وعدم استقرار الوضع الإقليمي، قد يكون لدى إسرائيل أسباب للتريث والتفكير في خيارات أكثر اعتدالاً، خاصة إذا بدأت الضغوط من المجتمع الدولي والآثار السلبية على الداخل الإسرائيلي تتزايد.
ومع ذلك فإن القرار النهائي سيكون محكوما بالأولويات الاستراتيجية والسياسية التي تحددها القيادة الإسرائيلية ومدى قدرتها على إدارة الأزمات بشكل يتماشى مع مصالحها وأمنها القومية.